الجولة الثانية من تعديل الكفة، ولو أن الطموح ديال الرجاء كان كبير لتحقيق الانتصار، ولكن الطموح ديال النادي الأخير كان أكبر. هذه محاولة لفائدة فريق الرجاء، تسديدة وهدف، هدف لفائدة فريق الرجاء البيضاوي والمسجل عبد الإله حافظي. كانت محاولة من المحاولات ديال فريق الرجاء اللي بدا هذه المباراه بضغط كبير على مرمى الحارس اسماعيل كحا. عبد الله حافظي سدد الكره ماشي بالقوه الكافيه، ولكن كانت تزيده مركزه في الجهه اليسرى من مرمى الحارس اسماعيل كحا. كنتابعوا عادل كروشي كيحط الكره، لاحظوا يعني التزيده ما كانتش بالقوه الكبيره، ولكن يعني الطريقه باش ضربات الكره لاحظوا كتلمس احد اللاعبين، وبالتالي كتغير واسترجاع الكرات. تلعب الكره بسرعه في الجهه اليسرى عند عبد الله حافظي. عبد الله حافظي شنو غادي يعمل؟ كيمرر، ما كاينش هناك تسلل، ما كاينش هناك تسلل، وهدف، هدف للرجاء. محسن ياجور ثاني لمسه وهدف لفائده فريق الرجاء البيضاوي. محسن ياجور الجولياتور يتمكن من اضافه الهدف الثاني، ثاني لمسه له، يتمكن من وضع الكره في شباك الحارس اسماعيل كوحا، وبالتالي تغيير كان في محله. لاحظوا عادل الكروشي كيمرر بسهوله كبيره في وضع الكره. محسن ياجور بهذه الطريقه مضيفا الهدف الثاني. تمريره كان في اتجاه الى حافظي، ما كاينش هناك تسلل. هذه محاولة لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. عبد الإله جدي محاولة والهدف، هدف لفائدة الرجاء، ومحسن متولي يصالح الذات والجمهور بهدف ثالث. محسن متولي يصالح الجماهير الغاضبة، وبالتالي عودة الدفء بين الجمهور وبين لاعب موهوب اسمه محسن متولي يضيف الهدف الثالث. لاحظوا ردة فعل فخر الدين رجحي، هدف اكيد بانه جاب هذه الطريقه. جبت الدين الشطيبي تمريره طويله، لاحظوا السرعه ديال محسن المتولي اللي تمكن انه يمشي نحو المرمى ويوضع الكره ليس بالقوه ولكن بالمهاره. وضع محسن المتولي الكره، لاحظوا ليس بالقوة بتاتا ولكن بالمهارة وضع الكرة في شباك اسماعيل.